ومن العراق إلى سوريا، حيث قطعت القوات السورية آخر الممرات التي تربط حلب بما حولها، ما ساهم في تصعيد المواجهة على الجبهة الأمامية في المدينة. وقد قام مراسلنا بزيارة مدينة حلب في ظل هذه الظروف، ووفنا بالتقرير التالي. كانت المدينة مركزا تجاريا هاما، وما زال بعض البنايات يحافظ على ملامحه القديمة منذ القرن الثاني عشر، في الوقت الذي أصبح فيه المكان جبهة أمامية للقتال يهرب السكان منها. قبل أسبوع وقعت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، وانفجرت القنابل في كل مكان، وفي الوقت الراهن هناك طرف يسيطر على المدينة بصورة كاملة، فيما يرجح أن تتعرض المدينة القديمة لضربات وتشهد آلاما في المستقبل إذا لم تحل الأزمة بصورة سلمية.